الاهلي ابطال، الفرحه الفرحه جميله، الفرحه حلوه، الفرحه حلوه دي كابتن الفريق دينا عمرو، والفرحه مع زمايلها طبعا دي بتبقى اهم لقطه يا كابتن طاهر في الموسم طبعا. اه طبعا يعني بتتوج تعب ممكن نقول موسم بحاله، واللي لازم نتذكره ان برضك ان شاء الله في دوري، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم بحيث ان هم يغطوا ده كاس البطوله الان مع كابتن الفريق دينا عمرو، وطبعا كابتن مجدي ابو فريقه رئيس الاتحاد، والسيد محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي موجود مع الفرقه. وادي الفرحه، الف الف مبروك لابطال كره السله سيدات بالنادي الاهلي، فرحه جميله جدا، مجهود كبير قدموه صراحه في المباراه، مباراه كانت ممتعه للغايه، الكل تمتع بيها، حتى اللي ما بيعرفش كرة السلة اتفرج على كرة السلة السيدات، السيدات أدوا صراحة أداء ممتع للغاية وأبهروا الكل النهاردة. الفرحة كبيرة كابتن سيد لأن المنافس صعب. طبعا طبعا، ودايما المكسب بيفرح، وإن شاء الله تكمل الفرحة دي بكرة برضه في نهائي كأس الرجال، ويتفوق طارق خيري.